أتوقع بل أجزم أن هذه المناطق ملائمة لزراعة النخيل، فالنخيل يتحمل كافة الظروف. هجرنا من مدينة تدمر عام 2015 إلى هذه اللحظة لم أجد اهتماماً واسعاً في زراعة هذه الشجرة المباركة التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بزراعتها والاهتمام بها، حيث قال في الحديث الشريف: أكرموا عمتكم النخلة. مدينة تدمر كانت تسمى قديماً بالميرا، أي مدينة النخيل، وهي مدينة عبارة عن واحات من النخيل يوجد فيها أعداد كبيرة جداً من النخيل. قام النظام المجرم بحرق هذه الأشجار طبعاً لأنها مرتبطة بثقافتنا وهويتنا العربية والإسلامية. طبعاً خلال هذه رحلة التهجير لم أجد اهتمام بهذه الشجرة، مما دفعني إلى العمل على مشروع عبارة عن مشتل صغير عبارة عن إكثار أشجار النخيل. قمت بفتح معهد أسميته معهد واحة النخيل في مدينة الباب، طبعاً بالإضافة إلى الأمور التعليمية هناك أمور زراعية نعلم طلابنا كيف نقوم بزراعة هذه الشجرة سواء عن طريق البذور أو عن طريق الفسائل أو الخلفات. من الصعوبات التي واجهتنا صعوبة تأمين أرض كمشتل، صعوبة السقاية، صعوبة تأمين الأسمدة، المبيدات، يعني الأمور المادية بشكل عام هي المعوقات التي منعتنا أو التي تعيق هذا العمل. كانت نسبة نجاح هذا المشروع بفضل الله تفوق 90%. بدأت منذ عام 2018 تقريباً بزراعة بذور النخيل، قمت بزراعة أكثر من 200 بذرة، ثم كل سنة أقوم بزراعة بعض البذور إضافة إلى الحصول على بعض الخلفات أو الرواكيب كما تسمى من أشجار مثمرة. طبعاً الراكوب أو الخلفة يعطي شجرة مماثلة للشجر الأم، قمت بزراعتها بعبارة عن تنك. حالياً لم أجد أرضاً أو مشتل لأقوم زراعتها بالأرض الدائمة، أسعى للحصول على أرض أو مشتل وأيضاً زراعة هذه الشجرة في هذه المناطق علها تكون بصمة طيبة أو أثر طيب نتركه نحن أبناء مدينة تدمر في هذه المناطق. طبعاً عنا عرف سائد ومقولة مجربة نحن أبناء مدينة تدمر أن شجرة النخل تحب من يحبها وتعطي من يهتم بها، لذلك نحن نحاول نشر هذه الثقافة بين أبنائنا من أجل أن يقوموا بزراعة هذه الشجرة وإكثارها.